فالله في كامل حكمته نعم يتدرج مع العقلية. الإله في كامل حكمته قتل نفسه. إله المفروض في كامل حكمته، المفروض بقى أنه له حكمة بقى، أيوة قتل نفسه عشان كامل حكمته تيجي لحكمته فتؤدي لحكمته من حكمته لحكمته على حكمته في حكمته بحكمته، أم قتل نفسه؟ قتل نفسه، قتل نفسه، قتل خطته كأمر واقع، وعلينا أن نقبلها بلا فهم. هو كده ربنا عايز كده، احنا ما عندناش ده، عندناش كده. بص 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 بيقول لك ايه، علينا الرب بتاعهم يعني ما بيفرضش خطته وبعد كده علينا ان نقبلها بلا فهم. هو كده ربنا عايز كده. ايه رايكم؟ زكريا بزرط كذاب، زكريا بزرط شخص بزرط. فين يا محمد يا نصيف الدليل؟ خد الدليل الأول، الدليل الأول سفر الأمثال، سفر الأمثال إصحاح 3 العدد 5 يقول توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. أهو الرب بتاعكم بيعاملكم، ما تتوكلش على قلب، على عقلك، على فهمك لا تعتمد. يقول لك ديننا مش كده، دينكم مش كده، امال ده ايه ده بقى؟ زكريا بزرط مؤاخذة حمار، ما يعرفش دينه، ما يعرفش دينه. ادي النص سفر الامثال اصحاح 3 العدد 5 توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، وعلى فهمك لا تعتمد. طيب هل ده النص الاول؟ لا اصبروا اصبروا، النص الثاني اتفضل. هل البهيمة ليها عقل او المعذرة؟ المعذرة. هل زكريا بطرس بحسب كتابه ودينه ليه عقل، ليه فهم وليه عقل؟ خليني اخلي الكتاب هو اللي يرد. على فكرة أنا ببص كده وكده لأن ده زي ما قلت لكم بس على اليوتيوب وعلى الفيسبوك في وقت واحد توينز يعني. خلاص؟ هل عنده عقل؟ هل عنده فهم؟ سفر أيوب إصحاح 11 العدد 12 أما الرجل، ماله الرجل؟ مال زكريا بطرس؟ ففارغ، أيوة عديم الفهم. إيه؟ 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 أما الرجل ماله يا عم؟ ففارغ، أيوة عديم الفهم، وكجحش الفرا يولد الإنسان، كجحش الفرا يولد زكريا بزرط، كجحش الفرا يولد المؤمن بهذا الكتاب، المؤمن بهذا الكلام. اسمعوا بقى زكريا اللي مش عارف دينه قال إيه؟ هو ربنا عايز كده، عايز كده، وعلينا ان نقبلها بلا فهم. هو كده ربنا عايز كده، احنا ما عندناش ده، ما عندكوش ده، يبقى انت مش عارف دينك، يبقى انت مش عارف دينك، يبقى انت كجحش الفرا كما قال الكتاب، يبقى انت فارغ، يبقى انت عديم الفهم.